اخترت نكون شاف لانه كنبغي الكوزينه بزاف وكنحب نشتغل في المطبخ ونبدع. اكثر الاطباق اللي كتخلي الموهبه ديالي تبان هي الاطباق البحريه، السمك، فواكه البحر، وكل ما يتعلق بالبحر، مسمات البحر. اذا ما لقيتش المكونات ديال الطبق نغير الطبق، ما يمكنش ندير طبق من غير مكونات. اذا بغيت نفتح مطعم غادي يكون مطعم مغربي بتقنيات فرنسيه. اذا جاو عندي الضياف واحترق الطبق مباشره غادي نغير، لانه انا غالبا كنستعمل خطه ثانيه. غالبا احنا في المغرب كنستقبلوا الضيوف ديالنا بأتاي وبالحلوى، وغادي نستقبلهم عادي وغادي نشرح لهم الوضع ونغير الطبق ديالي اللي غادي يكون غالبا سمك لانه كيطيب بالزربه.